السلام عليكم مشاهدينا، اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج دي الخير ونساه. صح رمضانكم بالطبع، شكرا جزيلا لكل من تفاعل معنا خلال هذا البرنامج، نشكركم على كل التعليقات سواء في صفحات الفيسبوك او اليوتيوب على مواقع التواصل الاجتماعي وكل من شجعنا. خليك تعرفي بالعائله في الله. مساء الخير زميلي قمر الدين، مساء الخير مشاهدينا الكرام. اليوم العائله تاع اليوم جاتنا من بلديه برج ملاعين، هي عائله سيده صالحه اللي راح نتكفلوا فيها بها بهذا العدد. نتكفل بها سيد حسن دريش اللي نشكروه على التكفل ديالو بهذه العائله. شكرا لك وشكرا لبلديه برج ملاعين. نروحوا خويا قمر باش نتعرفوا على العائله تاع اليوم. تبعونا. مرحبا بك اليوم في برنامج الخير والنساء، تحيه كبيره لكل الناس برج منايل. انت عندك مشكله السكن اليوم، بصح حنا حنتكفلوا بالقضيان والسكن. واش حابه ديري رسالتك؟ كثر خيركم، كثر خيركم وكثر خير المحسنين وحسن دريج اللي تكفل بهذا القضيان تاعي. نحل مشكل تاع القضيان تاع رمضان الحمد لله. والمشكل الاساسي تاعي هو السكنه، ونتمنى ان شاء الله الشاف دايره على باله الموضوع تاعي يعرف قصتنا هذا عام. ونتمنى من الوالي هذا جديد يحيى الولايه بومرداس يحيى ان شاء الله يشوف القضيه تاعي. عندي 5 اطفال، باباهم ما يخدمش، انا ما نخدمش. انت ما عطاوكش الولاد قبل؟ زوج رحلات في 21 ماي 2017 و19 مارس 2018. رغم انني نستهل الساكن، ما استفدت والو من الولاد. واجهت زميلتنا في الله ايضا. كان ندخلوا مع بعض للسوبيرات ونشرو واش راكي حابه والحاجات اللي يخصك في المنزل ديالك كامل تكفلوا بهم النهار اليوم. ادي واش حبيتي، اقضي واش حبيتي، وان شاء الله القضيان هذا تفرحي به انت وان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يجازيكم ان شاء الله، وان شاء الله ولادك يتكفلوا بهم، وان شاء الله هذاك وليدك اللي مريض ان شاء الله يجيه الشفاء العاجل ونروحوا نقضوا الداخل كيف كيف. طبعا عندها مبلغ محترم، اكيد عندك مبلغ مالي محترم باش تكملي به القضيان تاعك والحاجات اللي خاصاتك.
إذا مشاهدينا الكرام في الختام بالطبع نقول لكم صحة فطوركم وصحة رمضانكم، ونتمنى إن شاء الله الخير دائما يعم في بلادنا الحبيبة في برنامج دير الخير ونساه، الباب مفتوح لكل مشاهدينا الكرام. تخني معهم في الله؟ أكيد نقول لكم مشاهدينا الكرام إن شاء الله خالتي صالحة تتهنى بالقضية تاعها لنهار اليوم وتكون راحت لدارها فرحانة. ما عليا غير نقول لكم صحة فطوركم وتهلاو في روحتكم، وغدوا نتلاقاو إن شاء الله في عدد جديد حلقة جديدة.